في قلب المآسي تظهر دوماً المعجزات، والمعجزة حدثت هذه المرة في مدينة درنا الليبية التي جرفتها الفيضانات فلم تبقي على حجر ولا بشر، لكن فتاة ليبية بثينة أفلتت من براثن ذلك الإعصار بمعجزة أشبه بالأفلام السينمائية. اقتحمت مياه الفيضانات منزل بثينة وقذفتها من الطابق الرابع، غير أنها قبل أن تسقط أرضاً حدثت المعجزة، إذ علقت خصلات شعرها بإحدى الأشجار العالية. مشهد غريب أضفى عليه غرابة أكثر، تعلق الفتاة بالشجرة لتظل يوماً كاملاً بين السماء والأرض. المشهد سرعان ما أبصره رجال الإنقاذ الذين هبوا لتخليص الفتاة. إصابة كبيرة في فقرات الظهر وصعوبة بالتنفس وكدمات افترشت الجسد ألمت بالفتاة صاحبة 19 ربيعاً، وهو ما تسبب في نقلها إلى أحد المستشفيات ببني غازي لتلقي العلاج.